وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة قامت بعلاج 1,062,000 شخص خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تعمل على توفير مستشفيات تقدم خدمات صحية متقدمة. لقاءاتنا دي هي لقاءات الهدف منها توعية حقيقية لواقعنا، وإن احنا ما نتكسفش إن احنا نتكلم. أنتوا قلتوا كلام مترتب هيفهموا ناس كتير، وفي ناس كتير محتاجة أكتر من كده عشان يوصل لها. عشان ايه؟ الدكتورة هل ممكن تقول لك معدل النمو بتاعنا ستة وبتاع، ستة ايه؟ هو اللي زي حالتنا ينفعه ستة؟ اللي زي حالتنا عايز 60، عايز ايه؟ 60 عشان توصليني ان انا يبقى عندي 5 تريليون دولار دخل ناتج محلي للمئة مليون، عشان اقدر اقدم لهم الخدمات اللي بتقدم في اوروبا، واديهم لهم تعليم زي اللي بيقدم في اوروبا، واقدم لهم وعي وتوعية زي اللي بيقدم في أوروبا. أنا ما بقدرش أقدم ده. لما عملنا قائمة الانتظار اللي الدكتور بيقول عليها، لقينا بدل ما بنتكلم في 20-30 ألف اللي في 3 سنين داخلين على 1 مليون ولسه شغالين.